ضمن جولتها السريعة في منطقة الساحل الإفريقي، وعدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في واغادوغو بتقديم مساعدات لبوركينا فاسو لتعزيز قواتها الدفاعية في مواجهة الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها. وقالت ميركل إثر لقاء مع الرئيس البوركينابي روشمار كريستيان كابوري: تحدثنا عن تدهور الوضع الأمني ونريد أن نكون إلى جانب بوركينا فاسو، ولا سيما في مجال التعاون الأمني. وأضافت المستشارة الألمانية: سندعم بوركينا في تعزيز قدرات الشرطة وسنقدم مساعدة من 7 إلى 10 ملايين أورو، لأن الوضع في الشرق وفي شمال البلاد لا يتيح للأطفال الذهاب إلى المدرسة، والسكان يعيشون في حالة من انعدام الأمان. نحن بحاجة لمعالجة هذه القضايا في أسرع وقت ممكن. وتم إغلاق آلاف المدارس شرق وشمال بوركينا فاسو بسبب الهجمات الإرهابية التي تهدد المدرسين وتطردهم. وخلصت ميركل إلى القول بأنه سيتم تعزيز التزامنا لبوركينا فاسو، وهذا هو السبب في أهمية هذه الزيارة. نحن مهتمون أيضا بالتعاون في سبيل التنمية، حيث سيتم تخصيص 5 ملايين أورو إضافية عبارة عن مساعدات في مجالات التغيير المناخي ونوعية التربة وإدارة موارد المياه. هذا وتعد واغادوغو المحطة الأولى في جولة ستقود ميركل أيضا إلى كل من مالي والنيجر، حيث واجهت بوركينا فاسو خلال السنوات الأربع الأخيرة هجمات دامية متكررة على نحو متزايد تنسب إلى الجماعات الإرهابية بالمنطقة. وتركزت الهجمات في البداية في شمال البلاد، ثم استهدفت العاصمة 3 مرات ومناطق أخرى خصوصا في الشرق.